اولا تغريده السيد الصدر امس كانت موجهه او احدى وسائل الضغط على القضاء العراقي بعد تفسيراته المتعددة التي أدخلت العراق في انسداد سياسي كبير. وهناك دعوة مقدمة من بعض الشخصيات المستقلة وحتى النواب لتجاوز المدد الدستورية، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أهمل هذه الاعتراضات، ولهذا كان طلب السيد مقتدى الصدر من القضاء بحسم موضوع حل البرلمان، يعني معناته إلى القضاء انظر إلى هذه الدعاوى التي قدمها بعض الشخصيات المستقلة بأن مجلس النواب تجاوز على المدد الدستورية، ولو أن مواد الدستور لا تقول بأن من يتجاوز على المدد الدستورية هناك مثلا مواقف جزائية تؤخذ تجاه مجلس النواب، لكن هذه إحدى وسائل الضغط أو التصعيد الذي بدأ يستخدمه السيد مقتدى الصدر تجاه الإطار التنسيقي.